أفاد مراسل التلفزيون العربي بمقتل 4 أشخاص في حصيلة أولية إثر قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف منطقة سكنية بالقرب من بلدة الفوعة شمال إدلب. وأضاف مراسلنا أن طفلا قتل وأصيب آخرون في قصف مدفعي ثان استهدف منطقة أبلين في جبل الزاوية في المحافظة ذاتها، ومشيرا أيضا إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء إدلب وريفها خلال الساعات القليلة الماضية. ومن إدلب ينضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي. أهلا بك خالد، ما التفاصيل وكيف الوضع الآن؟ نعم، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 9 أشخاص بينهم 4 أطفال. هذا الاستهداف تم لبلدة الفوعة لمنطقة سكنية لورشة عمال تعمل بالقرب من منطقة سكنية. الاستهداف كان مزدوجا، استهدفت قوات النظام بقذيفة الأولى، قتل على أثرها شخصين أثناء قيام بعض الأشخاص بالتقدم لإسعاف هؤلاء المصابين. عادت قوات النظام واستهدفت هذه المنطقة بصواريخ شديدة الدقة، صواريخ موجهة بالليزر بحسب المراصد العسكرية في هذه المنطقة. أيضا في بلدة إبلين في منطقة جبل الزاوية ارتفعت الحصيلة إلى 3 مدنيين بينهم طفلة. قوات النظام استهدفت أيضا أحد المنازل السكنية بشكل مباشر بقذيفة مدفعية، أيضا تحلق بشكل مكثف طائرات الاستطلاع في هذه المنطقة. قوات النظام منذ الصباح الباكر بدأت بشن حملة قصف مكثفة استهدفت مناطق جنوب إدلب ومناطق غرب حلب. هناك حركة نزوح أيضا من منطقة جبل الزاوية باتجاه منطقات الحدود السورية التركية. مخاوف كبيرة في المنطقة هنا من بدء قوات النظام لعملية عسكرية بعد هذا التصعيد خلال أيام الفائتة. هذا التصعيد قضى حتى الآن على إثره أكثر من 50 مدنيا خلال قرابة شهر من بدء هذا التصعيد، بالرغم من تطمينات مراصد المعارضه الى ان قوات النظام لم تستقدم اي قوات عسكريه الى خطوط الاشتباك جنوب ادلب او حتى شرق ادلب. فصائل المعارضه قبل قليل بدات باستهداف مواقع لقوات النظام بقذائف المدفعيه وراجمات الصواريخ ردا على الاستهدافات المتكرره للمناطق الخاضعه لسيطره المعارضه. وايضا ماذا عن النقاط الطبيه؟ كيف هو الوضع الانساني في هذه المناطق؟ لا سيما ان ثمة نزوح من جبل الزاويه خالد. نعم، هناك ازمه طبيه كبيره في منطقه جبل الزاويه، يتعين على المسعفين اسعاف المصابين الى مسافه تفوق 30 كيلومتر تحديدا الى مدينه ادلب التي يوجد فيها اول نقطه طبيه بسبب تدمير قوات النظام لكافة النقاط الطبية في منطقة جبل الزاوية. قامت الفرق الطبية بنقل كل النقاط الطبية إلى محيط مدينة إدلب وإبعادها عن منطقة الخطر. طائرات الاستطلاع في الفترة الماضية كانت تكثف حملات الرصد على النقاط الطبية وأي تحركات في منطقة جبل الزاوية. هناك على الأرض ارتياح كبير بالنسبة للمساعدات الطبية بعد تجديد آلية دخول المساعدات من منطقة باب الهوى. دخلت شاحنات مساعدات طبية جديدة إلى النقاط الطبية الواقعة في مناطق شمال إدلب. شكرا لك جزيلا من إدلب خالد الإدلبي، شكرا لك.